لما وان قال يوم قديش دماراني شو عمشي وَجَاءَ وَقْتُ الْإِصَابَاتِ لِتَلِدَ فَوَلَدَتِ ابْنًا وَسَمِعَ جِيرَانُهَا وَأَقَارِبُهَا أَنَّ اللَّهَ غَمَرَهَا بِرَحْمَتِهِ فَفَرِحُوا مَعَهَا وَلَمَّا بَلَغَ الطِّفْلُ يَوْمَهُ الثَّامِنَ جَاءُوا لِيَخْتَنُوهُ وَأَرَادُوا أَنْ يُسَمّوهُ زَكَرِيَّا بِاسْمِ أَبِيهِ فَقَالَتْ أُمُّهُ لا بل نسميه يوحنا فقالوا لا احد من عشيرتك تسمى بهذا الاسم وسالوا اباه بالاشاره ماذا يريد ان يسمى الطفل فطلب لوحا وكتب عليه اسمه يوحنا فتعجبوا كلهم وفي الحال انفتح فمه وانطلق لسانه فتكلم ومجد الله فملا الخوف جميع الجيران وتحدث الناس بجميع هذه الامور في جبال اليهوديه كلها وكان كل من يسمع بها يحفظها في قلبه قائلا ما عسى أن يكون هذا الطفل لأن يد الرب كانت معه الله دائما والرب يبارك عليكم <applause> احنا بالأحد الثالث من موسم البشارة يعني بالأسابيع اللي بيها نتدرب على فهم هذا التغيير الكبير اللي صار بين العهد القديم والجديد ولوقا الانجيلي يرسم بالكلمات هذا الرسم مثل هذه اللوحات اللي حواليكم تبين انه اللون بينه تدرج الالوان بيتدرج ماكو اسود وابيض لان يعني اكو ناس عندهم يا اسود يا ابيض ماكو غيره هاي الصور القديمه اسود وابيض لكن عندنا اليوم تدرج بالالوان وهاليوم نفهم ايش يريد يقل لنا لوقا بهذا التدرج حتى لا نقع بالسلبيه والقطعيه هاي القطعيه يعني يا هكذا يا هكذا لا اكو اكو تدرج اكو امكانيه ان نتفاهم نلاحظ القديم والجديد في هذا الانجيل عندنا عندنا عجوز او عجوزين زكريا والإصابات وعندنا شابه مريم زكريا يمثل العهد القديم يتميز بشكوكه شكه تقلباته وعناده تقريبا هذا يختصر كل المعاناة اللي كانت للأنبياء بالعهد القديم مع شعب إسرائيل أو الشعب العبراني بينما نشوف أن هذه الشابة مريم تتميز بالطاعة والإصغاء والتجدد استقبال التجدد هاي الالوان اللي نشوفها بين بين زكريا وبين مريم لكن اثنين عندهم ولادات عجيبه ولاده شيخوخه ولاده بتوليه اثنين يزمرون يعني راح يبقى سفر المزامير اللي هو اكبر سفر بالعهد القديم راح يبقى هو مستعمل في العهد القديم وفي العهد الجديد نحن ظلينا الى اليوم نصلي المزامير بس العهد القديم لازم يسكت زكريا راح يصير اخرس لمده تسعه اشهر بس من ينفتح ثمه يزمر يهلل المزامير باللغه العبريه يسمونه تهليم يعني هلاهل هذا الفرح بالرب والكل يفرح بالرب صغار وكبار وكلتنا نحب المزامير هذه الصلاه الحقيقيه هي ان نسبح الله وهذا جزء كبير من قداسنا نلاحظ ايضا ان لوقا يركز على الاسماء مثل العهد القديم الأسماء تحمل معاني وكأن الأسماء هي خارطة طريق الشخص اللي يحمل الاسم، سمعنا بالقراءة الأولى هذا النص الرائع مال زيارة الثلاثة لإبراهيم إبراهيم وسارة وهذا الجدل لا ما ضحكتوا لا ضحكتي وسمونه إسحاق يعني الضحكة من هسا وبعد الولد ما هو بس فرحة لأهله مثل كل ولد إن شاء الله لكنه هذا الفرح هو فرح الميلاد فرح يوحنا فرح يسوع. الأسماء هي معاني بيا ذكرى زكريا بيا يوحنا حنان الله بيا يسوع هو الذي يخلص القصتين إذا بيم هذا الخيط الاستمرارية أن الله يتذكر هو رحوم وهو مخلص ولهذا احنا اخذنا العهد القديم وجمعناه بالعهد الجديد وما نسمينه العلماء ما يقولون عهد القديم او جديد بالعكس يقولون العهد الاول والعهد الثاني لأن الله يعطينا هذه الرحمه باستمرار والعهد القديم ايضا يغفر الإلو ونقبل أنبياءه وكأنه هو كتاب طفولتنا هذه الطفولة مهمة جدا يوحنا يسوع وكذلك إحنا إحنا أيضا إن لم ترجعوا يعني إحنا أيضا طفولتنا مهمة كانت مهمة ولا زالت مهمة حتى ننزل إلى هذا المستوى مريم راح تبقى ثلاثة شهور عند يعني الى ان ولدت خدمتها وهي بهذا الشيء تتنبا لما قالوا يسوع جئت لاخدم مريم تخدم الاصابات واكيد مسكيني كانت بحاجه الى من يخدمها بمحبه الخدمه هو القوه مع العهد الجديد اللي راح تاخذ أبعاد أخرى أقوى وأقوى بالمستقبل الخدمة هي اللي راح ترمز إلينا بعد كم يوم بابا نويل وهالتقاليد مالتنا الهدايا هي بالحقيقة كلها مختصر للخدمة اللي نقدمها للآخر والخدمة هي خروج من الأنا واهتمام بالآخرين خاصة إذا كانوا ضعفاء أو تعبانين أو صغار أو أو غرباء أو بعيدين إذا الخدمة هي اقتسام حتى يزيد الفرح بيننا وبين بعضنا البعض وهذا هو التجدد اللي راح تبقى علينا المسيحية في تقاليدها أنتم تلاحظون كل سنة من نرجع إلى عيد الميلاد نرجع إلى هذه القبلية في تجديد علاقاتنا نمسح الماضي ونحاول ان نهتم بالمستقبل خاصه في زمان بينو كثير عزله بينو كثير قلق كثير ناس اكيد اذا دورنا عليهم تشوفون في زاويه ما يحتاجون الى ان نقعد بهاي الزاويه اذا كان تعزيه او اذا كان اهتمام او اذا كان على الاقل نسأل عن أخبارهم قبل كانوا يبعثون كارتات هسا صارت بوسائل التواصل كثير أكو من التحيات والكارتات والعناية ببعضنا البعض حتى لو كانوا موجودين ذاك الصوب من الكرة الأرضية نحاول نصلي من أجل اللي ما حد ما عنده أحد اللي ما عنده أحد يسأل عنه أو, أو يهنينوا أو يذكروا بهذا المسيح اللي جاء حتى يتغلغل بيناتنا مثل ما راح يتغلغل هذا الخبز في أعماقنا الله يبارك بكم آمين